ليلة عزاء عم الحاج المرحوم بإذن الله عوض حسن عرابي، وقد جئنا مشاركة في هذه الليلة لكل من السادة الأستاذ حسن عوض حسن عرابي والأستاذ إيهاب عوض حسن عرابي والأستاذ محمد عوض حسن عرابي وكل عائلة عوض. الله أسأل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يدخله الجنة بواسع مغفرته. شرفنا اليوم بحضور علم من أعلام دولة القرآن بمصر والعالم الإسلامي، والذي استمعنا إليه اليوم في قرآن الفجر من سورة البقرة، ملك المقامات وقارئ الإبداع الأول الدكتور عبد الناصر حرك قارئ اتحاد الإذاعة، والذي نسعد به دائما عبر أثير إذاعة القرآن الكريم قرآن الفجر وقرآن الجمعة والأمسيات الدينية. الله أسأل له التوفيق والسداد، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع، داعيا معالي الدكتور عبد الناصر حرك إلى منصة القراءة مشكورا مأجورا. نسأل الله المدد لنا ولكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها لعلكم تفلحون. و
فقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلون عند المسجد الحرام حتى كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بما اعتدى عليكم واتقوا واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين اذكر الله الشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن واتقوا الله
واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وأتم الحج والعمرة
فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة الحج أشهر معلومات فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب الحج أشهر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ
وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. شايف كده؟
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم وحفظت مريم من القذف والسبب وجعلت سليمان يكذب ان ياكل واحببت الحبيب محمد بن حبب ما بعده ارض عنا يا ربنا وكل من قال هكذا عشرة الإيمان والإسلام عشت في الحاجة هذه الجناية الجديدة المباركة التي تلاها عليكم علم الأعلام دولة القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي ملك المقامات وقارئ الإبداع الأول معالي الدكتور عبد الناصر حرف والذي سعدنا وشرفنا به في فجر اليوم من سورة البقرة الهندسة الصوتية العميد الصوتيات